رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم رسول من أنفسكم. كان الحديث في الحلقة الماضية عن غزوة ذات الرقاع وما صاحبها من أحداث وما جرت فيها من محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم على يد المشرك غورث بن الحارث، وكيف عفى عنه سيد العافين من البشر صلى الله عليه وسلم، ولم تقم له تلك المحاكمة ولم يعمل معه أي عمل، بل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقاتله، أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه. حديثنا اليوم عن حدثين مهمين، عن عمرة القضاء أو عمرة القضية، وإن تيسر الوقت عن غزوة مؤتة أو عن معركة مؤتة. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفيها الدائمين فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني وفضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي، فحيا الله أبا سعد وحيا الله أبا عبد العزيز. حياك الله يا أبا عبد الله، يا مرحبا بكم. فضيلة الشيخ محمد، الحديث عن عمرة القضية، أي المحمدين؟ كلنا محمد، محمدون، محمد ابن سعد. عمرة القضية أو عمرة القضاء التي كانت في هذه السنة، في السنة السابعة، ما سببها ولما سميت بهذا الاسم وما الأحداث التي صاحبتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أننا في عام 6 للهجرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وحصل صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أنه يؤذن لهم في العام القادم بالعمرة، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. وكانوا آنذاك في صلح الحديبية عددهم 1400، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، في عام 7 للهجرة، بعدد 2000 من الصحابة، قيل من غير النساء والأطفال، إنما هذا العدد، عدد الألفان أو عدد الألفين من الرجال فقط سوى النساء والأطفال، خرجوا معتمرين إلى مكة قاصدين البيت الحرام. بعض الصحابة أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ معه من السلاح، مع أنه كان في صلح الحديبية من الشروط ألا يكون معه إلا سلاح الراكب، أما السيوف والدروع والأتراس وهذه الأشياء لا يأخذها. فاختلف أهل السير في ذلك، هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا معه أو لم يأخذ؟ والأكثر أنه أخذ معه سلاح ولكن لم يدخل به إلى مكة، وإنما وضعه في مكان معين وجعل عنده جزء من المسلمين يحرسون السلاح من باب الحيطة، وهو الأجدر حقيقة لما قد يحصل من غدر وخيانة من قريش حينما يروا هذا العدد من غير سلاح، فهو الأجدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه أهل التحقيق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سلاحا معه ووضعه في مكان قبل حدود الحرم. هذا سببها إذن أن وقعت على حسب الاتفاق اللي حصل، نعم، في الصلح الحديبية. نعم. سميت عمرة القضاء وعمرة المقاضاة أربعة، وعمرة القصاص، نعم، وعمرة الصلح، كلها يعني قيل بها عمرة القضاء عن ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة القضاء لأن حديبية عدة عمرة لأنهم تحللوا منها، وهذه الآن العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. تستطرد ولا أنقل الشيخ؟ سننتقل للشيخ، الشيخ أبو سعد عبد العزيز. فيها مسألة بناء على هذه الأسامي، إن قلنا أنها عمرة قضاء يعني يستخرج منها الفقهاء مسألة، هل الذي أحصر عن العمرة وليس عن الحج، أحصر عن العمرة
هل يجب عليه أن يقضيها أو لا يجب عليه أن يقضيها؟ الجمهور على أنه لا يجب عليه، وإنما يتحلل بدم ولا يجب عليه أن يقضيها بالنسبة للعمرة. والذين قالوا بأنه يقضيها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسبت له ما كان في الحديبية عمرة، وأن هذه عمرة مستقلة، وإنما سميت قضاء فقط لما كان بينهما من اتفاق وعهد وميثاق. فأحببت أن أذكر هذه، ولهذا عد العلماء هذه العمرة كما في حديث عمر الرسول لما قال اعتمر في رجب وأنكرت على عائشة، عدوها منها أين عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، وهذه العمرة عمرة قضية، وعمرته التي مع حجته، وعمرته قبلها طبعا عمرته بعد حنين. الشيخ أبو عبد العزيز محمد، هل من إضافة أو تعليق على ما سبق؟ بعد الحمد لله، كما قال الشيخ، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وهو في عدد ليس بالقليل ويفوق عدد من كانوا معه في الحديبية في المرة الأولى، وهم يعني زادوا على 1400-600، وأيضا معهم النسوة ومعهم الصبيان، كونه يقدم على قريش بدون تسلح هذه إشكالية، وكونه يقدم بتسلح أيضا إشكالية، لأن العهد بينهم أنه إذا أتى أيضا معتمد أن يضع السلاح. فاتخذ 100 فارس وجعل عليهم محمد بن مسلمة، وجعلهم في منطقة دون الحليفة يقال لها يأجج، قالوا بعضهم أن يأجج جبل أو مكان يطل على الحرم من وجه من الأوجه، بحيث لو احتاج النبي عليه الصلاة والسلام لقائده أن يرسل له أو أن يشعره أو أن يكون بينهم بينه شيء، لو قدر أن يكون مثل هذا يأجج. نعم، أقصد كأنهم ضبطوها على وزن يضرب يأجج يأجج نعم، إما كذا أو أحسنت. فالمقصود أن هذا تم، والنبي عليه الصلاة والسلام دلف إلى مكة، اللهم صل وسلم، قريش رأت هذا المشهد فتحصنت بالجبال، وفي هذا وجه عز للإسلام يعني عظيم، الله أكبر، وفي هذا وجه وفاء من النبي لأصحابه بالوعد الكريم. الآن يرون مثل هذا المشهد، ولذلك تجد أن مسلمة الفاتح لما رأوا مثل هذا كان هذا بالنسبة لهم مثل التوطئة العظيمة والتهيئة الكريمة لأن يقبلوا على الإسلام، لأنهم كثير منهم قد أقبل واقترب، لكن أجل الله جل وعز لهم الإسلام إلى أو شرح الصدور إلى فتح مكة، لكن هذا كان مثل التوطئة العظيمة حينما يرون الرسول ثم يدخل عليه الصلاة والسلام. الناس صعدوا للجبال حتى قال منهم من ذهب إلى جبل قعيقعان، وهو الذي يقابل أبو قبيس لما قال يا محمد في جبريل قال إن ملك الجبال يستأذنني أن يطبق عليهم الأخشبان. قعيقعان هذا جبل يحيط بمكة، والجبل الآخر أبو قبيس يحيط بها أيضا من جهة أخرى، بمعنى أن يطبق بها عليهما. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهما من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وبالفعل خرج من أصلاب هؤلاء أصحاب كرام وتابعون برر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. انجفلت قريش إلى الجبال، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، الناس ينظرون، كل أهل الشرك ينظرون ماذا يصنع محمد. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يظهروا عزة الإسلام، يظهروا مغالبة الإسلام، يظهروا مغايرة المشركين، أن يطبعوا فيظهروا أكتافهم، أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول رملا سريعا ليظهر لهم. لو نوضح ما هو الطباع وما هو الرمل، يأتي إن شاء الله. ليظهر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى في منعة وفي قوة، لأنه وقع في نفوسهم أنهم يأتون وقد أضوتهم حمى يثرب، أضعفتهم حمى المدينة التي كانت تسمى حمى يثرب. وللطباع وضع طرف الإحرام تحت الإبط الأيمن وإخراجه ثم وضعه على الكتف الأيسر، يعني بمعنى أن يكون العاتق الأيمن مكشوف. نعم. والثاني قلنا الرمل، وهو الخبب، السير السريع، السير السريع الذي هو دون الهرولة، وهذا في إظهار وجه قوة ونشاط للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، في أن تكون كتوفهم بارزة بادية، ميامنهم، لأنهم يجعلون البيت عن ميسره، فينظرون الناس في الميامن، وإذا الأمر ليس بالسهل. الأمر الثاني الرمل، حينما يطوفون بهذه العجلة وهذه السرعة يحدث شيئا من الدوي وصوت والجلبة والغبار، ما كان ببلاط ولا كان بشيء، فهذا يحدث أيضا وجه من أوجه القوة والغلبة والمنعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويظهر أنهم كما لما قالوا يقدم عليهم قوم وقد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوا وقد طبع الصحابة رضي الله عنهم ويرملون
يعني قالوا هؤلاء الذين أهانتهم حمى يثرب، يعني قسم وين هؤلاء أن قادموا سفر وتزعمون هؤلاء، يعني كانوا يقول هؤلاء أنشط منا، هؤلاء عندهم من القوة والنشاط ما ليس عندهم. الله امرئ أن أراه من نفسه قوة، نعم. اليوم قوة، المقصود أنها وجه من قوة الإسلام العام، وهذه رسالة أيضا مقصد هذا لكل مسلم، ألا يرى الناس في الإسلام منك ما يضرهم أو ما يضر الإسلام. هذه رسالة لأبنائنا المبتعثين، للسفرات المسلمة، اذهب وليرى منك الناس كل خير، فإنهم لا يظنون أن هذا الشر منك أنت بعينك أو من فلان بعينه، إنما يقولون هذا الشر من الإسلام من الدين. لا، اتق الله وانتبه إلى دعوتك في تقديمك لدعوتك، تقديمك لسلوكك، تقديمك لكل بلد من بلدان الإسلام في العالم، أن تقدم الأمر والنهي باحترام وتقدير ولباقة، بما يظهر عز الإسلام والمسلمين، بما يظهر احترام الإسلام والمسلمين. والمراد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في هيبة وفي مكان مناسب له يليق به عليه الصلاة والسلام، طاف عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى ركب على ناقته، ثم انطلق بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام، ثم نحر لما انتهى من سعيه عليه الصلاة والسلام، قال نحرت هنا ومكة كلها منحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المشاهد رأتها قريش، هذا لا يريد القتال، هذا يريد دعوة الناس للخير، يريد انقاذ الناس، لا يريد أن يشرب من الدم كما يقولون بالعبارة المعاصرة، إنما يريد أن يقرب الناس للخير. هذه بدأت تكسر أشواك الشرك في قلوبهم حقيقة، وبدأوا ينظرون إلى طبيعة، وبدأت تنظر إلى يحتكون في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد المهيب الذي دخل به النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة المجال أوسع من هذا، لكن لعلكم تعلقون على هو على حسب الاتفاق أنهم يخلون له البيت 3 أيام. نعم. وبعدها خلاص، وثلاث أيام يعني كافية، وغيرهم من العرب ممن يأتي يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم المجال مفتوح له، بل ربما قريش تفرح أن يمكن مدة أطول من قبائل العرب، لأنهم سينتعش حال اقتصادي، لكن لأنه محمد وأصحابه اشترطوا عليه منذ الحديبية أنه لا يأتي، أنه يأتي العام القابل والسيوف في غمادها ويمكث 3 أيام فقط. الشيخ أبو سعد، ماذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عمرته هو الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من عمرته، ثم حينما انتهت 3 أيام ذهبوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا قد انتهى الموعد، وقل لصاحبك أن يخرج، قل لصاحبك الأجل الأجل، وقل لصاحبك أن يخرج. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، وهو خارج إذ بفتاة صغيرة تقول يا عم يا عم، فإذ بهم ينظرون، وإذ بها ابنة حمزة، ابنة حمزة ابن عبد المطلب، فذهب إليها علي بن أبي طالب، ثم أخذها ودفعها إلى فاطمة وقال دونك ابنة عمك، فأخذتها، فاعترض على ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وقال أبوها أخي، ويقصد بأخيه أي أنه بمؤاخاة الهجرة الأولى، لأنه آخى بين حمزة وبين زيد، قال أخوها أبوها أخي، ومات وهو على هذا، لأنه بعد ما استقر الإسلام نسخت الأخوة هذه، ولكن الأخوة الأولى كانوا حتى يتوارثون، فقال أبوها أخي. ثم اعترض جعفر وقال خالتها عندي، الله شفت تزاحم على الخير، إيه قال خالتها عندي. الآن اسمح لي سيد عدران، الآن تزاحم على التملس من الخير في هذا المجتمع إلا ما شاء الله الزمن، إلا ما رحم الله، التزاحم على التملس والتخلص من هذا الخير، بينما أنظر إلى هذا المشهد المبارك، التزاحم على حمل هم الأمة، على حمل أهم النبي عليه الصلاة والسلام، على حمل هم هذه الدولة الصغيرة اليتيمة، وعلى البر بها والإحسان، التزاحم على الخير. ونحن في زمن القربات والصالحات، المؤمن يزاحم الناس حقيقة على أبواب الخير ما استطاع. هذه الفتاة، هذه الجارية الصغيرة، يعني حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد السنة الثانية في شوال، ونحن الآن تقريبا يعني في ذي القعدة السابعة، يعني 5 سنوات تقريبا، فعمرها إما 5 أو 6 أو يعني قريب من هذا الشيء. اتفضل. نعم. واعترض علي، قال أنا أقرب النسب إليه،
ابن عمي أو عمي وجعفر كذلك عمه، يعني تنازع الثلاثة علي وجعفر وزيد. أي نعم. الله أكبر. ولكن علي كان المرجح عنده أنه عمه وفاطمة أيضا يعتبر عمها، يعتبر عمه، عمه أبيك عم لك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ودفعها إلى جعفر وقال الخالة في مقام الوالدة، الخالة مقام الأم. أي نعم. وقال وثم أخذ يطيب الخواطر عليه الصلاة والسلام، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، ودفعها لجعفر. هذه من مما حدث في هذه العمرة. ولكن هنا فائدة أحب أن أذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم في حينما قال المشركون لا تقلقوا، لأن في قلق ما زالت النفوس، قالوا لا تقلقوا إنما هم قوم أصابتهم أو هنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع الاطباع وشرع الرمل لكي تظهر هذه القوة. استفاد العلماء من هذه ومن آية في القرآن قاعدة شرعية، أن كل حكم شرعي شرع لسبب، كل حكم شرعي شرع لسبب وزال السبب ولم ينسخ فيبقى الحكم وإن زال السبب. نعيد، كل حكم شرعي شرع لسبب زال السبب ولم ينسخ الحكم فيبقى الحكم وإن زال السبب. مثل هذه ومثل مثل هذه ومثل آية في سورة النساء ستأتينا الآية 94، في هنا شرع الاطباع وشرع الرمل لسبب وهو إظهار القوة، وذهب السبب الآن ولم يأتي نسخ لهذا الحكم، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطبعوا أو لا ترملوا، فيبقى الحكم وإن زال السبب. سورة النساء إذا ضربتم في الأرض قال ليس عليكم وإذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقصر الصلاة من أجل الخوف من المشركين. قيل لعمر ها قد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا، هي رخصة من الله سبحانه وتعالى. نرجع للقاعدة، القصر حكم شرعي شرع لأسباب، لسبب المرض، لسبب المطر، لسبب السفر، لسبب الخوف من العدو، صلاة الخوف شرع لسبب، زال السبب أمنا لم يأتي ناسخ للحكم يبقى الحكم وإن زال السبب. وهذه قاعدة مهمة في من قواعد الشريعة الإسلامية. يعني سبحان الله، يعني في عمرة القضية وكيف أن المشركين وهم على جبل أبي قبيس ينظرون بأم أعينهم إلى هذا الذي قد آذوه وضيقوا عليه حتى اضطروه إلى الهجرة قبل 7 سنوات، يفد الآن ومعه 2000 رجل، طبعا في السنة اللي بعدها جاءهم 10,000. يعني أي قلوب كان يعيش بهؤلاء؟ أما كان أولى بهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا بدل أن يدخل عليهم ب10,000 مقاتل في السنة التي بعدها؟ لكن سبحان الله، ومن بلا شك ما ذكرتم الطباع والرمل، يعني من باب التنبيه حقه لبعض ما يحصل من بعض المعتمرين، بعض المعتمرين يطبع بردائه من حين يحرم من الميقات صحيح إلى أن ينتهي وكله مطبع، وهذا خطأ خلاف السنة. بل ربما إيه نعم يصلي وقد كشف أحد عاتقيه، وهذا عند بعض العلماء مكروه، يعني خاصة أنه قد كشف أحدهما لم يكشف الاثنين. فنقول لا، هذا إذا أحرمت بالعمرة أو بالحج، طبعا إذا أحرمت عموما تلبس تغطي عاتقيك، إذا دخلت البيت وشرعت هنا تطبع، فرغت من الطباعة تريد أن تصلي ركعتي الطواف تعيد، خلاص تعيده وبعد الركعتين تسعى. في الرمل
وهو الإسراع مع مقاربة الخطى كما يقول أهل العلم. بعض الناس يقول الله أنا ما أستطيع، زحمة شديدة جدا. نقول إذن ابتعد عن الكعبة قليلا، خلك طف وراء مثلا وراء مقام إبراهيم، قد رسك وطاقتك. إيه نعم، أبعد قليلا وتستطيع أن ترمال. قال نعم إذا أبعدت، بس أنا ودي أقرب الكعبة. نقول لا، البعد عن الكعبة مع الرمل خير من الدنو إلى الكعبة دون رمل، لأن كما قال أهل العلم أن الرمل متعلق بذات العبادة وهو الطواف. جميل. في أول طواف يقدم فيه، مو بأي طواف طبعا. أما الدنو ليس عبادة مرادة لذاتها. جميل. ولهذا نبع على هذا الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن لو ازدحم الناس الشيخ، ازدحم الناس ما يستطيع طبعا، ما يستطيع أو, أو كان لنفرض معه نسوة يخاف عليهن. إيه نعم، فنقول لا. إيه نعم، لكن الكلام على إذا كان الإنسان باستطاعته أن يفعل مثل الأشياء. بقي مشهد. سم. الآن الرسول اعتمر عليه الصلاة والسلام، نحر معه من هدايا، وقد أتى بعدد ليس بيسير 60 أو أكثر عليه الصلاة والسلام. أين الذين وقفوا مع محمد بن مسلم 100؟ قال عن السيارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لهم أن قد اعتمرنا وقد نحرنا، فأرسل لهم من يقوم مقامهم يخلفهم وهم يخلفهم، ثم يأتونهم يأخذون عمرتهم. نعم. فأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا عمرتهم بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ميقات أهل المدينة من أين؟ ذي الحليفة، كما مر معنا في الصحيح من ذي الحليفة اللي يسميه العم أبيار علي. نعم. وقلنا المسافة البعيدة جدا شاقة، لكن كما ذكرنا هذه عدها أهل العلم من مناقب أهل المدينة أنهم أبعد المواقيت، فيخرجون من حرم المدينة حرم، ثم قبل دخولهم إلى الحرم الآخر كلها يكونوا محرمين لمن أراد العمرة. الشيخ أبو سعد، هل هناك من تعليق عن الحدث أو ننتقل إلى بعض أهل العلم؟ يرى أن الله جل وعلا قد أنزل الآية 27 من سورة الفاتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين في هذه، يعني لا تخافون في هذه، يعني الله أكبر. وهذه سبحان الله يعني مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أوعدتك إنك آتيه ومطوش به. سبحان الله، معناته أن عمر لن يموت خلال هذه السنة، إنك آتيه ومطوش به. طبعا تنبيه كما ذكرنا قبل قليل، عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة، الحديبة. في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله قال اعتمر رسول الله أربع عمر إحداهن في رجب، وأنكرت عليه هذا الشيء وقالت رحم الله رب عبد الرحمن. عائشة، عفوا، أنا مش قلت أنكرت عليه وما قلت من أنكرت عليه؟ عائشة رضي عنها. أنا ألحق وراك يعني. وكانت وكانوا يسمعون سواكها رضي عنها، قال يا أمه هل سمعت ما قاله أبو عبد الرحمن؟ قالت رحم الله أبو عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في البخاري، إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وهذا ما استدركته عائشة على بعض الصحابة عنهم. وكان الصواب كما قال أهل العلم عائشة أن رسول الله لم يعتمر في رجب مطلقا، لو انظر عدلا قال ما اعتمر إلا وهو معه، لكن ولكن يعني وهي. وهنا فائدة استنبط الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن عمرة ذي القعدة لها مزية. وقال ابن القيم ما كان الله جل وعلا ليختار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر أربع مرات هي عمراته كلها، كلها في ذي القعدة إلا لأمر. ولهذا فضله بعض العلم، وابن القيم ألمح إلى هذا، إلى أنها أفضل من عمرة رمضان، وإن كان جمهور على أن عمرة رمضان أفضل للحديث عمرة في رمضان تعدل حجة. لكن قال أهل العلم أن عمرة أيضا ذي القعدة لها فضل عظيم جدا، أولا لأنها توافق عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني لأنها من عمرات الأشهر الحرم. وليس معنى هذا أن العمرة في رجب غير مستحبة، وإن كانت لم ترد عن نقول أنها ليست سنة، ليست سنة ولكنها مستحبة، لأن السلف كانوا يعتمرون في رجب ويعتبرونه من الأشهر الحرم، وأنه أول الأشهر الحرم، ويستقبلون به عمرة في رجب، وكان من الصحابة من يفعل ذلك ومن التابعين من يفعل ذلك. في من المسائل اللطيفة لعلنا نقف معها قبل ما ننتقل إلى رغبتم في هذه الحلقة، قضية حينما تطرد وتبعد وتشرد وتؤذى ثم تدخل اليوم أشبه بالفاتح. دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان هو تمهيد لفتح مكة، فكان هذا التمهيد هذا فيه وجه انتصار معنوي عالي جدا، وكون قريش لحقت بالجبال قعقعان ونحو من الجبال، كون لحقت بهذه الجبال في وجه خذال وانهزام أيضا عالي جدا بالنسبة لهم، ثم إنهم انهزامهم نفسي حاصل
يرون هذا الرجل شرد يا شريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشباب عليه الصلاة والسلام شرد وطرد وأوذي بأبي وأمي نفسي ثم هو اليوم معه يعني الآلاف والزحوف تأتي معه رجالا ونساء وركبانا عليه الصلاة والسلام. فكان في نفوس الصحابة فرح العمرة فرح رؤية البيت لكنه لم يجاوز حده. وعادة الفاتحين والمنتصرين والمتغلبين أن يفسدوا وأن يؤذوا، لكن هؤلاء تلاميذ الحبيب عليه الصلاة والسلام لزموا العهد والميثاق بينهم بين قريش. لما أتى فاتح لما أتى عليه الصلاة والسلام معتمرا عمرة القضية أو عمرة القضاء كما سميت، أتوا بدون السلاح، رفع السلاح خارج مكة في منطقة لو قدر أن يحتاج إليه. وهذه فوائد الفائدة الثانية وهي عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام العسكرية وقيادته العسكرية، بحيث أنه لو احتاج لما كان يتفاوض هو وإياه كما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية مرت معه أكثر من 80 أسير من قريش من شباب قريش أسرهم عليه الصلاة والسلام ثم أطلقهم و30 ثم أطلقهم، بمعنى سوف يحصل افتئات على هذه الحملة التي أتت العمرة، فكيف أحرزها وهذا المشرك أمامي لا يؤمن؟ أجعل هذه الكتيبة على رأسها قائد مؤهل للقيادة هو محمد المسلم. هذا أيضا من القضايا. الأشياء المهمة أيضا مشروعية إغاظة الكفار، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والبس لكل حالة لبوسة إما نعيمة وإما بوسة، في كل مقام له مقاله، وهذا مقام إظهار هذه الإغاظة لعلمه عليه الصلاة والسلام بهم أنهم سوف يقولون أذهبتهم أو غادتهم أو أمرضتهم حمى يثرب أو أضعبتهم حمى يثرب، فأراد أن يظهر مثل هذا لأنه يغيظهم ليغيظ بهم الكفار، كما أخبر الله في وصف الأصحاب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام مثلهم كزرع أخرج كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم زراعا آخرين. لكن أيضا وهذا معنى في إغاظة الكافر كذلك بإقامة الحق وبإظهار الحق بالعدل بقدر ما يستطيع، فإن مقام المعركة والحرب والمنادى غير مقام الدعوة. فلا يأتي رجل يقول أنا آتي للمدعوين وأنا أدعوهم فآتي بما يغيظهم لأغيظهم وهم كفار، فقد شرع إغاظة الكافر. نقول شرع إغاظة الكافر في مقام الجهاد، في مقام الحرب، في مقام المنادى رجل لرجل. أما مقام الدعوة فهو مقام شرع الرق والرقة والشفقة والرحمة وإظهار محاسن الإسلام وإظهار محاسن الشخص المدعو لعله أن يقبل الخير عنده. أيضا من الفوائد كذلك أن هذه المناسبات العظيمة كانت مفاتيح لتشريع أحكام للإسلام، وعلى ذلك فليعلمها طالب العلم وليحرص طالب العلم، ونحن في هذا اللقاء العلمي المبارك يحرص طالب العلم على تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام السيرة ليعرف منها منازل الأحكام ومواضعها. كذلك أيضا وهو لعلها يعني من الفوائد حب النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة وحبه لآل بيته وحسن تدبيره عليه الصلاة والسلام وحسن توقفه لأنفس الناس. كثير منا يعدل بين زوجاته إذا كان معددا، ويعدل بين إخوته إن كان هو أكبرهم، ويعدل بين أبنائه إن كانوا كثر وبناته، ويعدل بين موظفيه إن كان مسؤولا، لكنه بعد عدله ينسى أن يسمح أنفس الناس. انظر كيف سمح النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالحسن علي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك يا رجل، ما هذه التزكية العظيمة؟ يأتي إلى الآخر فيقول أشبهت خلقي وخلقي، يأتي إلى الآخر عبارات أخونا ومولانا يعني أخونا ومولانا، عبارات كلها تزكية كلها تزكية وكلها ثناء. هذا ليسلل لو كان في النفس شيء من السخيمة ليسلها عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فإني أقول اعتنوا بأنفس من تحبون، اعتنوا بقلوب من تحبون، نحن ندب على وجه الأرض دبيب، والله أعلم متى يذهب أحدنا، والله أعلم من الأول قبل الآخر. اعتني بنفس من تحب، واعتني بقلب من تحب، اعتني بنفس أمك وأبيك قدر ما تستطيع، قدر وسعك والله يعلم قدر وسعك، اعتني بنفس زوجتك، بنفس ذريتك، أبنائك، بناتك، لتجد أنت من يعتني بنفسك. ولذلك أيضا إذا أردت الأثر في الناس فاعتني بنفس المدعو، واعتني بنفس
الداعي إلى الله جل وعز واعتني بنفس المعرفة والعلم، فعلم الناس وارفق بهم واحسن إليهم واعتني بنفسك أنت واملأها من الخير والصلاح، فإنك أنت المسؤول أمام الله يوم القيامة عن نفسك. أحسنت. وانظر يعني كما تفضلتما في قضية ابنة حمزة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بين مبرر لإعطائه لجعفر. جميل. ما أعطاه بس، لا، لما قالوا خالتها تحتي، قال الخالة بمنزلة الأم، ولهذا الخالة أعلى منزلة من العمة، كما أن العم أعلى منزلة من الخال. هنا قال الخالة بمنزلة الأم، وفي حديث آخر قال عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، وهذا يدل على تفاوت مقام الأرحام، فالخالة مقدمة والعم مقدم إلى آخره. لكن في بعض بنت لطيفة، لأن البنت صغيرة تحتاج إلى أم تربيها. نعم. وحاجتها قائمة عند من؟ نعم. حاجتها قائمة عند جعفر رضي الله عنه وأرضاه، لأن من تحته هي خالتها. نعم. في مقام أمها، وأعطى العموم أن الخالة. صحيح. هي تأتي مرة ثانية. قال الإمام أحمد يعني لما أتاه رجل وقال لها ماتت أمي، قال أنا كخالة؟ قال نعم. قال فالزمها وبرها، فإن الأم خالة. فإن يعني سبحان الله، في يعني لم يبقى أقل من 10 دقائق، لا يتسع لي أن أخذ متى في هذه الأحداث خلال سنة واحدة، من السنة السادسة الحديبية إلى السنة السابعة عمرة القضية، الشروط التي وضعت قريش وكانت تباهي بها وترى أنها قد حققت النصر، أن ترجعوا هذا العام 10 سنوات من الحرب، من جاءك من أتانا منك، 4 شروط تحقق طبعا، منها ما كانت قريش تفاخر به، من جاءك من ترده نقضتها قبل مر سنة لما قالت خذ أبو بصير عنده. إيه نعم. استفاد المسلمون من توظيف وقف القتال مع قريش 10 سنوات، بعث إلى ملوك وزعماء إلى آخره، ثم توجه إلى هؤلاء. جميل. الأفاعي في الجزيرة العربية في خيبر، والآن تحقق ما وعدهم به من العمرة، ما بقي إلا الشرط الرابع طبعا، وهو ما حصل. أقصد اللي من جاءك منا، من جاءنا منك، ما حصل وما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل. ثم تحقق ما كان الصحابة يخشوه رضي عنهم، متى ستفتح مكة؟ لم تأتي السنة التي تليها تقريبا إلا وقد تحقق الفتح. فسبحان الله، انظر كيف وصف الله جل وعلا صلح الحديبية بأنه فتح عظيم، فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، تحققت في خلال فترة قصيرة جدا. في ختام هذه الحلقة حقه يعني لا يتسع المقام لأن أخذ مؤته، لكن هل هناك من إضافة شيخ محمد أو تعليق؟ كانت عمرة القضاء مبشرة بفتح مكة، ولذلك كما قلنا في الآية قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ثم قال بعدها فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إذن في بداية السورة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا الآن كانت هي المبشرة بأنه هذه فاتحة، هذه إرهاصة دخول مكة وفتح مكة، وكانت مبشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، مبشرة للصحابة رضي الله عنهم. بدأ الصحابة الآن يرون ثمار الصبر، بدأوا يرون ثمار الجهد، بدأوا يرون ثمار القتال، الدماء التي أريقت للا إله إلا الله محمد رسول الله بدأت الآن. ولذلك الداعية إلى الله جل وعلا والعامل لدين الله سبحانه وتعالى يعمل لله، لا ينتظر الهدف ولا الثناء من الناس، ينبغي عليه أن يضع الهدف أمامه، أن يصل إلى هدف. أنا عندي أهداف في الدعوة إلى الله، عندي أهداف أن أصلح بيتي، أصلح حارتي، أصلح حيي، أصلح مدينتي، أصلح بلدي، أصلح البلدان، ما استطعت إلى ذلك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 90 يقول الله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فشعيب يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه أن يصلح ما استطاع إلى ذلك السبيل. فالهدف موجود، وأتمنى أن أرى هذا الهدف بعيني، ولكن
إن لم تره ما عليك إلا البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهدافه الرئيسية أن يسلم أبو طالب ولم يسلم، كان من أهدافه الرئيسية أن يسلم عمرو بن هشام ولم يسلم، أن يسلم هؤلاء لم يسلموا، ومع ذلك لم يثنه ذلك عن الدعوة إلى الله جل وعلا. فيا أيها الدعاة إلى الله اجعلوا لكم أهداف بعيدة المدى وقريبة المدى واسعوا إلى تحقيقها، ولكن إن لم تتحقق الأهداف فليس مطالب منك أن ترى الثمرة بعينك، قد تكون الثمرة بعد مماتك، قد تكون فيما بعد. اسعى لتحقيق الهدف، فإن حصل الحمد لله، فإن لم يحصل فاعلم أن الله قد قال في سورة يوسف في الآية 8 بعد 100، قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه هي سبيل رسول الله، أدعو إلى الله على بصيرة على علم واتباع، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عليك الدعوة وعليك البلاغ، والثمرة والنتيجة قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تأتي بعد مماتك. فمن الأنبياء من يحشر وليس معه أحد، فأسأل الله جل وعلا أن ينصر الجميع وأن ينصر المسلمين وأن ينصر الدعاء في كل مكان. بقي عندنا 4 دقائق تقريبا، خلاص بقي 4 دقائق يكمل أنا. 4 و3 دقائق تفضل. نعم أقول بقي 3 دقائق تفضل. نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه مستعذب المر، وكم محنة سوداء، كم شتت الصحابة، كم أوذوا، يسيرون في ذات الرقاع حتى يقول بعض أهل السير تخلعت أظافره تسقط أظفارهم. أبو موسى قال ذلك. نعم. قال تخلعت أظافره، نقبت أقدامهم تقطعت من أسفلها، يتعاقبون 6 على جمل، يأكلون يمصون في ذات الخبط يمصون التمر يوم كامل، يأكلون ورق الشجر كالدواب وكالأنعام، وهم خير خلق الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يؤذى أحدهم يقتل، يضرج بالدماء، يضرب بالأسهم، وهو يصلي فينزع وينزع وينزع أدبا مع الله ألا يقطع سورة افتتحها، ومحبة لذكر الله وقول الله جل وعز، ومع ذلك يصبر. نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، يرون ما يصيب الرسول عليه الصلاة والسلام من أذى، فكأنما يؤذى الواحد في نفسه وفي ماله وفي عشيرته وفي ذريته، ومع ذلك يصبرون لسان الحال. نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه يستعذب المر، وكم محنة سوداء مرت بمسلم ويعقبها من بعد شدتها اليسر، تجرعت كأس الصبر حتى ألفته، ومن يعشق العلياء ديدنه الصبر. نعم إنها الجنة ورب النظر، نعم إنها الجنة دون أحد أجد ريحها، نعم إنها الجنة كانوا يتسابقون عليها رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم إنهم يريدون رضا الله جل وعز، لسان حال أحدهم رضاك رضاك يا رحمن عني، كلهم كما قال الله إنما نطعمكم لوجه الله، فإخلاصهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفتاح نجاح حياتهم، وهذه رسالة لنا أتباعا ومتربين. أحسنتم وجزاكم الله خيرا. حقها يعني نقطتان على عجالة. النقطة الأولى لما قالوا لعلي قل لصاحبك انتهت المدة، ما ماط النبي صلى الله عليه وسلم مسوف وطيب وأصبر وعدد كثير متى أبدا فورا. الأمر الثاني عندي هو الأهم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه يطوفون حول البيت، قطعا هناك أصنام، لأنه لما دخل مكة في فتح مكة 360 نصب كما في البخاري، ما نقل أنهم خلنا نقولها من 360 ذاك الوقت، يمكن 350 البقية كانت إشارها عقب، ما نقل أن الصحابة رضي الله عنهم كسروا صنما واحدا أبدا خلاص. الموقع هذا ليس يعني ما يمكن إنكار المنكر الآن باليد وتقول عندنا سلطة، لا السلطة جاءت فيما بعد لما صارت مقاليد الأمور بيدك. أي نعم يعني كان بدنا حقنا نستطرد، لكن ها قد انتهى وقت هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة نشكر الشيخين الكريمين الشيخ محمد بن سعد بن مقنة الشهراني أبو سعد والشيخ محمد بن سرار ريان بن عبد العزيز على ما تفضل به. نشكرك أنت، تفضل. نشكرك، جزاك الله خير. نشكر الشيخ محمد ونشكر هذه القناة المباركة ونشكرك أيضا، ونشكر المخرج ونشكر المصورين وفقهم الله على أن وفقنا الله وإياهم لتصوير العهد المكي في 30 حلقة والعهد المدني في 30 حلقة، جزء من العهد جزء منه، وأسأل الله أن يتم علينا وعليكم فضله ونعمه وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، والله إني أحبكم في الله. أحبك الله يحفظك. ما كنت سأقوله
قاله أبو عبد العزيز الخير. نشكر هذا القناة ونشكر المخرج والمصورون والمونتاج وإلى آخره لمن ساهم في هذا البرنامج المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.